امبارح أطل علينا سماحة المحلل السياسي حسن نصر الله بخطاب مهم جدا، بس كمان لازم نكون منصفين ونحكي عن أهم فوائد خطاب سماحته. يعني مثلا لو عندك صديق داخل بغيبوبة من شهر وصحي هيك فجأة وسألك شو صار أحداث بغيابي، بدل ما تقعد تشرح له شو صار بتعطيه خطاب سماحة السيد، وهيك بتوفر عليه تصفح على السوشيال ميديا والأخبار اللي صارت من خلال شهر. أما بالنسبة لحركات المقاومة، هون بوصل للمقطع الأخير اللي بيعتقد الكل ناطي هذا المقطع. إيه والله سماحتك، صار لنا 56 دقيقة عم نستنى تخلص تحليل سياسي لحتى ندخل بالموضوع، لأنه البعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة. نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول. لا يا شيخ، بتصدق أنه ما حدا إله خبر بهالموضوع حتى جماعتك؟ شوف كيف فرحوا لما عرفوا بالخبر. قد يبدو ما يجري على الحدود متواضعا، ولكن لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده كبيرا جدا ومهما جدا ومؤثرا جدا. الخامنئي صار ناشط إعلامي وصارت شغلته بس يستنكر ويندد، وحزب الله عمل معركته مع العواميد مثل معركة دونكي شوت مع طواحين الهواء. معلش سماحتك، نحن مقصرين وما درينا إلا بقصة العمود اللي ما كان يعرف يسقط. ممكن تحكي لنا عن إنجازات الحزب بالمعركة؟ إن هذه العمليات على الحدود وفي مزارع شبعة أوجدت حالة من القلق والترقب والذعر والخوف لدى قيادة العدو السياسية والعسكرية. الله أكبر، أقلقناهم. جبهة لبنان استطاعت أن تجذب تلت الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان. بالله شو رح يستفيدوا أهل غزة لما تشغل تلت الجيش؟ بدل ما يقصفوا تلت مشافي بيقصفوا مشفيين؟ بدل ما يستشهد ثلاثة بيستشهد اثنين؟ نحن وصلتنا رسائل قال إذا بتكملوا عمليات بالجنوب أمريكا مش بس بدها تقصفكم بلبنان، بدها تقصف إيران كمان. أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام. هذا الحكي الصح. سمعانين يا أمريكا؟ شايفين أساطيلكم يلي بالبحر؟ وهاي السفن اللي جايبينا، شفتوا السارية تبعت كل سفينة؟ اي والله لحتى نهريها قصف. ترى الحزب عنده خبرة بقصف العواميد والسواري. تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. سمعانين يا إسرائيلية، نحن ما راح نوسع بالمعركة ونعملها حرب إقليمية. القرار بإيدكم، طالما ما عم تعتدوا على لبنان فبتكون تطمنوا إنه الحرب راح تكون بغزة بس. وهذا نفسه اللي صرح فيه المسؤولين الإسرائيليين، معناها الأمور تمام. معركتنا لم تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية، ولكننا ننتصر بالنقاط. هذا حزب عسكري ولا فريق بالسلة؟ قال ننتصر بالنقاط، بس أهم نقطة سجلها سماحته بالخطاب، شو هي يا حزركم؟ هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينياً 100%، وكان تنفيذها فلسطينياً 100%. أيوة، مالنا علاقة نحن وإيران والنظام السوري والحوثيين، مالنا دخل باللي صار. مشكلتكم مع حماس مو معنا. نحن جماعة اختصاص حرب مع شعوب مو مع دول. يعني ممكن نتدخل بلبنان، بسوريا، بالعراق، باليمن، بس بغزة ما في مقامات، ليش لحتى نتدخل؟